العيب انك تكرر الخطا. صح. يعني الحمد لله بنسبه كبيره راضي عن ادائي، بس اكيد كان في احسن طبعا. يلا بيسو. انا حسيت حالي انه ما كنت بتدرب كفايه على الغنيه. اشياء اتعلمكم بكره في حفله معينه، قالوا نبغي اغنيه معينه وانت ما تغنينها، هذه التجارب تفيدك بعدين، انت كيف تحفظين اغنيه في يومين؟ صح معك حق، هي حفله انا ما عندي مشكله تجارب. بس نحن فايتين لايك انه تحدي وهيك صراحه، كل يوم يعني يكون كتير طويل، فيه كتير شغلات بتراكم علي لازم اعملها لدرجه اني ما عم لحق ادرب على غنيتي. يمكن لما نصير مثلا لقدام ممكن عادي بنحفظ غنيه بيوم وبنطلع بنأدي. ضيقت اجيت لهون على البرنامج حتى اعطي اقوى ما عندي. اكيد بنزعجوا اذا لقيت حالي ما اعطيت كل قدراتي، ما ورجت العالم انا شو في عندي. انا هي العالم بتشوفني على الشاشه بيسان حلو غنت كويس نمتي كويس بتيا ما عرفت افهم هي كويس. هي الموضوع بس فكتير انزعجت امبارح يعني. لا تنزعج. لا لا, 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 لا مش للدرجه انزعاج ما فيه. نادين. انا بصراحه كنت فرحانه بزاف لانني هذاك هو الستايل اللي انا كنبغي. حلو. هذيك هي نادين، يعني انا هذوك هما الاغاني اللي كيمثلوني. راضيه على نفسك يعني؟ كثير، يعني ما كنتش متمرنه، يعني انا في المسرح وكنرتجل، يعني حتى عرابي اللي قلت مرتجله فيهم ما كاينش يعني. هاي المسرح ارتجال. كنتي اول ذا تايم على التون، غنيت كثير حلو. مع اني ما كنتش متوقع كذا الصراحه. فادي. انا كنت كثير محمس انه غني هالغنيه لان كثير بتعني لي. للاسف كان في عطل تقني والاير بيس دينتي كانت مطفيه، ففت اوت اوف تيون اول كلمتين. لا ما كنت عم بسمع شيء لان كانوا عم بيدقوا فلت على البيانو. ايه لاحظت الدخول. هاي من اشياء الخبره اللي لازم تتعلمها، لان الخطا التقني ممكن يحصل في اي لحظه. مزبوط. طيب انا اعطوني، وانا بالنسبه لي منيح اللي صارت معي باول رايمز تبع البرنامج كرمال اتعلم لبعدين شو اقدر اعمل وكيف اقدر ادبر حالي. وخلي بالكم عايز اقول لكم حاجه برضه، فكره الاسبوعين دول انتوا عشان مستريحين، اللي بعديه بقى مش هتكونوا كده. ليه؟ لان في حد هيطلع وهتلاقي طريقه غنائكم كلكم مختلفه. بس بالعكس، لا انا كنت شايف ان انتوا كنتوا كويسين. عندكم طبعا حاجات، بعض الملاحظات لا طبيعيه، وكل مره هيبقى في حاجات كانت ناقصه، حاجات المفروض كانت تتقال، حاجات تتعمل. هم صح يعني، هذا الشيء هم صح. واكيد يعني المشوار طويل وراح نتحسن اكثر واكثر ان شاء الله. يلا حمدي. يلا يلا استاذنكم رجاله. يلا نشوفكم بعدين. المدير الشاطر هو اللي يسمع قبل ما يعطي أوامر، وحمدي وحسن أثبتوا أنهم من هالنوعية، ومثل العادة كل مدير أخذ له زاوية مع فريقه.